استاذ علي، بالاعوام السابقه يعني كانت هناك نقص في الكتب المدرسيه وايضا القرطاسيه، بالتالي اضطرت الاهالي لشراء الكتب اللي ما عنده امكانيه. يعني شو يسوي بهيك حاله؟ برايك هذا السيناريو راح يتكرر هذا العام لو اكو كتب اليوم كافيه للطلاب؟ والله انت ست العفو طرقت الموضوع مهم جدا، هو موضوع الكتب المدرسيه. نعم. انا اجاني خبر يعني احدى المديريات باشرت انه توزع اللي موجود عندها للمدارس الموجوده، احدى المديريات، وان شاء الله تحذو حذو هذه المديريه كل مديريات العراق. نعم. اما بالاعوام السابقه اللي صارت عندنا ازمه في الكتب المدرسيه، عندنا بالمخازن المدرسيه كانت كتب هالكه، يعني من ياخذها الطالب ما يقدر يقرا بها، يعني اكثر المدارس هذه، فتضطر العائله ان تشتري وجبه كامله من الكتب، يعني ست مواد او ثمان مواد او غيرها، ووصل انه سعر المواد، يعني انا سمعت انه، انا بصراحه سمعت انه توصل 35000 او 40000، فماكو عندنا عوائل انه تستطيع ان تشتري، خاصه اذا كانت ليس لديها طالب واحد، اقل عائله عندها اربع طلاب او خمس طلاب. نعم. احس بمثل 40000 على خمس طلاب هم بال، يعني استاذ علي، هو حتى اذا طالب واحد عندهم، بس احكي لي اللي ما عنده امكانيه شلون يقدر يشتريها؟ يعني 35 يعني مبلغ مو يعني قليل، وهو يوميته مثلا 5000 لو اصلا ما عنده امكانيه. اعتقد الازمه السابقه انه قدروا يحتوونها المديريات، يحتوونها مدراء المدارس. نعم. ويوفرون الكتب قدر المستطاع، وفروا قدر المستطاع، فما اعتقد اكو عائله انه ما عندهم وقدروا وراحوا يشترون او هذه، انه يجي مدير المدرسه يحاول انه يكمل له المنهج الدراسي وينطي له خلال سنه كامله، ولو كان المنهج يعني مستهلك وهذا يعني وهالك، ولكن يعني توصل الماده من خلال هذا المنهج، يعني القليل القليل اللي اشتروا يعني من الاسواق، يعني قليل من العوائل ان شاء الله.